أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائي ومتابعينا الكرام. عدت لكم في تكملة ترجمة زهور الدم لحلقة 138. المهم دخول ديلا لمكتب بران من أجل البحث عن مذكرة ملاحظتها، وتقول أين تركت دفتر ملاحظتي، وتبدأ بالبحث عنه في المكتب وتقول لم يتبقى لدي أي عقل. وبالصدفة تجد تصميم خاتم الزواج الذي صممه بران من أجل ديلان لطلبها للزواج. المهم بدأت بران تحدق في التصميم وهي تبدو سعيدة جدا وتقول هل هذا خاتم الزواج؟ هل سيعرض علي الزواج يا ترى؟ وهي تبتسم وتقول هل هذه هي التجهيزات الذي كان يتحدث عنها؟ فإذا بها تسمع بران قادم وبدأت بإرجاع التصميم إلى مكانه وهي مرتبكة جدا. ودخل بران فوجدها فبدأ ينظر إليها وهي نفس الشيء وتبتسم وسعيدة جدا، وبران كأنه حاسس بديلان أنها رأت التصميم. المهم بدأ يقترب من ديلان وهي في تلك اللحظة مرتبكة جدا وتقول مع نفسها بالتأكيد سيعرض علي الزواج، وتبتسم وبران ينظر إليها فقالت له كنت أبحث عن دفتر ملاحظتي. فبدأ بالتقرب إليها وهي واضح جدا عليها الارتباك، وقام في تلك اللحظة بمد يده وراءها وسحب دفتر الملاحظات الخاص بديلان وقال لها إنه هنا. هي في تلك اللحظة لم تتكلم وبدأت تنظر إلى بران بشكل جنوني وتبتسم، فقال لها أما كنت تبحثين عنه؟ فأجابته ديلان صحيح لكن لم أراه شكرا، فخرجت مسرعة. وبران هنا انتبه إلى التصميم وقام بأخذه ووضعه في الخزانة، وواضح أنه شعر بالسوء لأنه حاسس أن ديلان رأت تصميم خاتم الزواج وهو كان يريد أن تكون مفاجأة، ولكن ديلان ضيعت كل شيء. المهم ديلان وهي خارجة من المكتب اتصلت بها زمرد فقالت لها زمرد كيف حالك؟ يا أختي، قالت ديلان أنا بخير. فأجابتها زمرد هل أنت متأكدة لأن صوتك يبدو مختلفا، هل حصل شيء؟ فأجابتها ديلان غالبا حصل يعني سيحصل. فأجابتها زمرد ماذا يحدث؟ أخبريني بشكل مباشر. فأجابتها ديلان وقالت لها دخلت إلى مكتب بران ورأيت تصميم خاتم زواج، تقولها وهي سعيدة جدا. فزمرد قالت لها لا أصدق برأيي، سيعرض عليك الزواج حتما. فأجابتها ديلان هل تعتقدين هذا؟ فأجابتها زمرد برأيي هذا ما سيحدث. ماذا سيحدث غير ذلك؟ إنه رومانسي جدا، أخيرا سيحصل هذا. فأجابتها ديلان غالبا. فبدأت زمرد بالطرح عليها بعض الأسئلة وتقول لها برأيك متى سيعرض عليك الزواج؟ وأين سيعرض عليك الزواج؟ فأجابتها ديلان لا أعرف، كل ما أعرفه أنه تصميم خاتم زواج. فأجابتها زمرد إنه رومانسي للغاية، إذن أنتم رجعتم من البداية وجاء دور هذا. فقالت لها ديلان على الأغلب. فقالت زمرد حتما أخبريني بما سيحصل، سأموت بالفضول هنا. فقالت لها ديلان بالطبع سأخبرك. وقالت لها أنت ماذا فعلت؟ هل أخبرت والدينا عن موضوع ألمانيا؟ فقالت زمرد لا لم أستطع القول حتى الآن، ولكن كان أخي ينظر للأمر بإيجابية. وقالت لها على أي حال دعك عفوا من هذا، سأحل هذا الأمر بشكل ما. المهم الآن هو أن الأغا بران سيعرض عليك الزواج، لقد تحمست بمجرد سماع هذا، من يعلم بأي حال أنت؟ فأجابتها ديلان كأنني في حلم. فقالت لها زمرد على أي حال إلى اللقاء لاحقا، أخبريني بما سيحصل. فقالت لها ديلان حسنا يا جميلتي بلغي لوالدي سلامي. ووقفت ديلان أمام المرآة وهي تبكي بكثرة سعادتها وقالت كأنني في حلم، هل سيعرض علي الزواج الآن؟ وفي تلك اللحظة دخل بران ورأى ديلان وهي تبكي فقامت بمسح دموعها، ومع ذلك بران لاحظ بكائها وقال لها هل أنت بخير؟ لماذا تبكين؟ فأجابته قائلة لا أبكي، تذكرت فقط الأيام التي عشناها في الآونة الأخيرة وتأثرت. فاقترب بران إليها وبدأ يمسح دموعها وقالت له أشعر أنني بحال جيد لأول مرة منذ فترة. فقال لها بران أنت لا تبكي، ابتسمي دوما. فابتسمت ديلان وقالت له أنا سعيدة وهذه دموع الفرح. فقال لها بران لا أريدك أن تبكي، وحضنها وكانت هي سعيدة جدا.
المهم أصدقائي، إلى هنا نصل إلى نهاية الفيديو واللقاء، ودائما موعدنا يتجدد في فيديوهات جديدة.